طبعا احنا بنحط خطه لعيد الاضحى المبارك بحيث ان احنا نسعد اعضاء النادي الاهلي اعضاء الجمعيه العموميه. واحنا في فرع الشيخ زايد هنا بنهتم بالناس باعضاء الجمعيه العموميه باعضاء النادي هنا طبعا زي كل الفروع. واحنا كجزء من منظومه عائله النادي الاهلي حطينا خطه بنعرضها على السيد المدير التنفيذي وبتتعرض على مجلس الإدارة تصدع عليها. عملنا خطة في خلال عيد الأضحى المبارك وذلك بتزيين النادي ببلالين وتهيئته وتوضيبه وفرش النادي بحاجات كتيرة شلات جديدة كراسي جديدة عشان استقبال عيد الأضحى المبارك. أول يوم طبعا هيبقى فيه أضحية وفي احنا من تاني يوم كمان مستعدين هنا لان احنا بنحاول نعمل حفلة صغيرة هنا في تاني يوم العيد الأضحى المبارك بالمجهود الذاتي بأعضاء النادي هنا. تالت يوم العيد يوم حافل في عندنا من العصر او من الظهر حفلة للأطفال شوعة رايس طنورة دي جي من المكسر شوهات كتيرة الساحر الأراجوز. وبعد كده هنختتم اليوم ثالث يوم عيد الأضحى المبارك بإحياء حفل للمطربة رنا سماحة هتسهر معنا من الساعة 8 لغاية إن شاء الله ما ينتهي نقفل النادي ينتهي اليوم يعني. رابع يوم عيد الأضحى المبارك عاملين ورشة فنية للأطفال عاملين أكوا بارك على حمام السباحة عاملين برضو حاجات للأطفال وورشة فنية وعرايس في خلال الرابع يوم وأكوا بارك على حمام السباحة من الصبح إن شاء الله الساعة 10 لغاية نهاية اليوم بإذن الله. كل اللي قائمين على النادي الأهلي ما بتعملش غير حاجة واحدة هي مصلحة النادي الأهلي وعضو النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي. كلنا بنشتغل في هذه المنظومة في هذا الاتجاه. عائلة النادي الأهلي بتشتغل للمصلحة العليا للنادي الأهلي. هذا ده حاجات راسخة فينا. النادي الأهلي هو إيه يعني نبرس لينا إحنا تملي بنسهم في حاجة بسيطة في النادي الأهلي بحيث إن إحنا نقدر نكون عملنا شيء في الفترة اللي احنا متواجدين فيها بين الناس لإسعاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي.